أكيد الكل يريد مثلا الاستثمار في العملات الإلكترونية حديث العصر، أو في هذا العصر أصبح الكل يبحث عن عملات لديها مستقبل كبير جدا، لديها مستقبل صاعد لكي يحقق منها مبالغ جيدة. مشروعنا اليوم هو شبيه تقريبا يعني بتشيبا، ولكن هذا المشروع من المشاريع الرائعة والمشاريع التي أعجبتني أنا شخصيا، ومن المشاريع التي يمكن أن تقوم باستثمار فيها مالك الخاص. هذا المشروع هو يعني في تصاعد ويمكن أن تحقق منه يعني مال جيد، فقط ما عليك أن تقوم بالاستثمار فيه. ويعني كنصيحة فقط يعني عامة في نظرة العامة، يعني أنت لديك المسؤولية الخاصة يعني في الدخول إلى هذه يعني العملة، ولكن أنا أعطيك يعني الشكل العام للعملات التي يمكن أن تقوم بالاستثمار فيها. من ضمن العملات الجيدة التي يمكن أن تقوم بالاستثمار فيها هي عملة ريوتشو توكن. هذه ريوتشو توكن يعني من العملات الجميلة جدا، والتي تعتمد على مشروع رائع ومشروع يعني صور MCT، بإضافة للعبة لديه لعبة جيدة يمكن أن تحصد منها يعني أموال رائعة. نشاهد أول شيء الواجهة الخاصة بهذا الموقع. بطبع الحال هناك واجهة بسيطة للغاية، واجهة يعني احترافية، يعني تعرفوا يعني المشروع من واجهته الرئيسية. أنا أعرف أن المشاريع التي تكون التي لديها يعني نظرة عامة عن الموقع، نظرة عامة يعني العملات الخاص بها، يعني لا يكون لديها يعني وجهة جيدة، لا يكون لديها اهتمام، فقط همها هي أن يعني أن تجمع المال ثم بعد ذلك يعني تختفي. على عكس بعض العملات الحالية هي عملات جادة، عملات لديها مشاريع كبيرة جدا، لديها يعني رؤية كبيرة جدا. ومن ضمن هذه المعلومات هي يعني ريوتشو توكن. طبعا هذه العملة من ضمن العملات التي يمكن أن أعتمد عليها على المدى البعيد. على العموم أول شيء سنشاهد مثلا الشق العام الخاص بهذه اللعبة، أو مثلا بهذه العملة عفوا. هناك بطبع الحال تحدث عنها الكثير، تحدث مثلا عنها ياهو نيو، تيشنو مثلا بوريو، ياهو فينانس، كذلك ماركت ويتش، إضافة تيتش تايم. بالإضافة لذلك هناك يعني الخاصة يعني الأشياء خاصة مثلا بهذه يعني هذه العملة هي الاستثمار في يعني في الـ NFT بطبيعة الحال، الصور خاصة بالـ NFT. كذلك هناك لعبة خاصة بهذه اللعبة بطبيعة الحال يمكن أن سنشاهدها بعد قليل بطبيعة الحال. وأيضا يعني لديها تقريبا توتال بلاير هو تقريبا عدد كبير جدا، وهذا الشيء رائع جدا. كذلك لديها توكن موكي بطبيعة الحال في المهام خير بارون الأشياء التي تخص فيها من خلال البيع والشراء. كذلك اسم العملة هي توكن نايم بطبيعة الحال ريتشي توكن. بإضافة لذلك هناك توكن هوميكا بطبيعة الحال هناك 2% أو من خلال 2% ماركت فيس، كذلك 1% أوتو مثلا ويدي تي فايس، أيضا توتال ستيب بلاير كذلك يعني جيد. تم إحراق مثلا 50% من خلال يعني توكن يعني بورني بطبيعة الحال خلال هذه اللعبة. بالإضافة إلى ذلك لديها لعبة جيدة يمكن أن تقوم يعني بلعبها والحصول يعني على أموال جيدة، وهذه اللعبة بطبيعة الحال لعبة جميلة جدا يمكن أن تقوم بتجربتها. بإضافة لذلك بطبيعة الحال هذه يعني كما تشاهد هنا لعبة جيدة يعني بطبيعة الحال، وكان لديها احترافية في التعامل مع يعني الواجهة بطبيعة الحال. كذلك لديها مجموعات باللغة العربية، مجموعات يعني باللغة البرازيلية، الجرماني، إنديا، بإضافة إلى يعني لغات أخرى داخل يعني هذا المشروع الجيد. بإضافة لذلك أيضا متواجدة هذه يعني العملة في ريوتشو توكين بطبيعة الحال، متواجدة عبر كوين ماركت كاب بطبيعة الحال يعني، وحاليا هي في صعود، ويجب أن تستغل يعني في الوقت الراهن في شراء هذه العملة، لأنها في صعود كبير جدا بمقارنة مع شراء يعني الفارطة. حاليا يعني العملة لديها 0.00 تقريبا 20.61، وحاليا في صعود يعني لما السوق أصبح الآن جيد لعمل الشراء من خلال يعني هذه العملة الجيدة. كما شاهد العملة بطبيعة الحال جيدة، عملة يمكن أن تعتمد عليها، عملة لديها رؤية جيدة، إذا لديها مستقبل كبير جدا. أنا أنصحك يعني بالشراء في الوقت الراهن على المدى البعيد. بالإضافة لذلك يمكنك أن تطلع على العملة من خلال يعني بوكوكوان أب بطبيعة الحال، متواجدة عبر بوكو يعني بوكوان بطبيعة الحال. كما تشاهد هنا التريد الخاص بهذه اللعبة كما تشاهد هنا هو حاليا في صعود، وهذا شيء جميل جدا. هناك لدينا صعود، هنا أيضا نزول طفيف، كذلك لدينا الآن تدور في الصعود. يعني عملة جيدة، عملة يعني من العملات التي يمكن أن تعتمد عليها في عملية الشراء. بالإضافة لذلك متواجدة عبر يعني كوانجيكو بطبيعة الحال كما تشاهد هنا. يعني الجميل في هذه العملة يعني متواجدة في العديد من المنصات الخاصة يعني بالتريد ايضا بالبوي.
كما تشاهد هنا كذلك بالواي ايجنسي كتشاهد بعض المعلومات خاصة بهذه العملة. كذلك هنا كل شيء تجده في هذه العملة، وايضا ستجد مثلا هنا الاحصائيات خاصة بهذه العملة في هذا المكان. يعني يمكنك شراء هذه العملة من خلال يعني باكا سواب، كذلك البيكا، كذلك تشيب سواب، كذلك هوت بيت. هذا الشيء منصة كبيرة جدا معروفة. كذلك بيت مارت، كذلك يعني بيت مارت ايضا من المنصات المعروفه، يمكن ان تقوم بشرائها من خلال احد الاماكن او من خلال يعني بيك سواب على حسب اختيار، او من خلال يعني البانك، او من خلال يعني هوت بيت، او من خلال بيت مارت على حسب اختيارك الخاص. بالاضافه لذلك هناك يعني كما قلت لكم لديها قبل ذلك، قبل نشوف نشاهد المجموعه الخاصه بها، سنشاهد يعني ايضا متواجده عبر كما خبرتكم سابقا، متواجده عبر يعني كوانجيكو. بطبيعه الحال يمكنك ان تقوم بشراء من خلال كوانجيكو بطبيعه الحال. كذلك لديها مجموعه عبر التليجرام يمكنك ان تطلع عليها، يعني مجموعه كبيره جدا تقريبا 11746، يعني مجموعه رائعه ومجموعه كبيره جدا، تجد فيها كافه الاشياء الخاصه يعني بالدعم الى غير ذلك. بالاضافه لذلك يمكنك شراء هذه العمله من خلال يعني يعني باكا سواب، يمكن بطريقه بسيطه للغايه. بالاضافه لذلك لديك هناك اللعبه الخاصه يعني بهذا المشروع، يمكن فقط ان تقوم بكونكتي واليت الخاصه بك، ثم ذلك يمكنك ان تقوم بلعب هذه اللعبه، لما لا تجمع مثلا هذه العملة الخاصة بالشركة. بالإضافة لذلك هناك التويتر الخاص بهم، يعني تويتر تنشر فيه أهم الأخبار الخاصة بهذا المشروع، كذلك أهم التحديثات، كذلك كل شيء متعلق بهذا المشروع ستجده في تويتر، وتتبع لما لا تتبع أهم الأخبار الخاصة بهذه المجموعة. كذلك من السوشيال ميديا الخاصة بهذا المشروع، كذلك يعني الانستغرام، وهذا شيء جميل جدا. تعرف المشروع يعني أعرف المشروع بأنه صادق ومشروع جيد فقط من يعني السوشيال ميديا الخاص به. كذلك لديه السوشيال ميديا متنوعة، يعني هنا لديه يعني مشروع على المدى البعيد وليس على المدى القصير، على عكس بعض العملات التي تختفي بشكل سريع جدا. يعني هذا المشروع مشروع جميل، مشروع عجبني انا شخصيا، يعني لمصداقيته وايضا لقوته وكذلك لتنوعه يعني السوشيال ميديا الخاص به. كذلك جميل ايضا في هذا المشروع لديه ايضا مجموعة من خلال ديسكورد يمكنك ان تطلع عليها و يعني الدخول لها. بالاضافة لذلك هناك ايضا الفيسبوك، ايضا الفيسبوك لديه هنا مجموعة يمكن ان تقوم انضمام اليها، يعني وهذا شيء جميل جدا. بالاضافه لذلك هناك يعني ايضا هناك هذه الصفحه الخاصه بهم، هناك ايضا صفحه الخاصة بهم ستجد فيها اهم الاشياء الخاصة يعني بهذه يعني المشروع. بالاضافة لذلك بعض المعلومات الخاصة بهذا المشروع. بالاضافة لذلك هناك ريديت، بطبيعة الحال ريديت لديهم صفحة عبر ريديت يمكنك ان تشاهد في هذا المكان وتطلع على الصفحة الخاصة بهم واهم المسجد الخاصة بهذه الصفحة. بالاضافة لذلك لا تنسى الاشتراك يعني عبر القناة الخاصة بهم بطبيعة الحال، وتفعيل الجرس ايضا لهذه القناة، قناتك تتبع فيها اهم الاشياء الخاصة بهذا المشروع وايضا اهم تحديث خاص بهذا المشروع. بالاضافه لذلك يعني كل شيء ستجده في هذا المشروع، ولما لا قد تدعمهم ايضا عبر يعني اليوتيوب الخاص بهم، وهذا شيء جميل جدا، يعني مشروع جميل جدا يستحق منا ان نقوم بمتابعته، وايضا مشروع يستحق الكل يعمل يعني على استثمار في هذا المشروع الجيد، والمشروع الرائع بطبيعه الحال. يعني مشروع جميل جدا يمكن ان تستثمر فيه يعني اموالك الخاصه وعلى المدى البعيد بطبيعه الحال، لكي لانه حاليا في صعود وهذا شيء جميل جدا، وتستغل يعني هذه الحملة في الوقت الراهن في صعود يمكن ان يعني تحقق منه اموال جيده. تقريبا هذا كل شيء خاص بالمشروع يوتشي توكن بطبيعه الحال، مشروع جميل جدا، مشروع يمكن ان تقوم يعني بشراء يعني التوكن الخاص بهم والاستثمار فيها. هذا كل شيء، اترككم موعد في الشهر القادم، اعانكم الله.